يوه من الرجل اللي جاي دلوقتي تعالى سيبا. مين يا موسى؟ مين؟ ده انا يا خالتي راشيل. اهلا. انت لسه ما نمتيش؟ انا سمعت الخبر ولقيت النور قايم، قلت اعدي عليكم قبل ما اخرج. لا ما تبصش في الساعه كده، انا متعوده اخرج الساعه دي. شغل بقى. شغل ايه يا ام شغل؟ يلا يا حبيبتي هتتعطلي عن شغل، اصل احنا هننام. مش ضروري يعني. ايوه هينام هينام، شقيان وتعبان طول النهار. يلا يا موسى عشان تنام. صفا يا عمتي. صفا تصبح على خير. صحيحتنا؟ حكم الاول. طب لو ما جالكش نوم يبقى اتسحب وتعليل. اتسحب فين؟ انا مش هخرج النهارده عشان خاطرك، ويعقوب كمان نفسه يتعرف عليك. يعقوب ده جوزك؟ اخويا. انا ماليش جوز، لما يبقى لي جوز مش هتلاقيني هنا، هتلاقيني في فيلا على البحر. هستناك وهتتاخر. كانت عاوزه منك ايه العقربه دي؟ ولا حاجة يا عمتي، عادي. ها وقع؟ ومن أول رمش وحياتك. يعني هيطلع لك؟ تراهن؟ أنت عارفة إن أنا ما براهنش إلا إذا كنت متأكد إن أنا هكسب الرهان. وده يبقى رهان ده؟ أهو جه. السرعة دي؟ ده أنت تبقي اتطورتي أوي يا رشيل. تربيتك. وفي ساعة زي دي أنا مش قايل لك 100 مرة ما تجيليش. إيه يا عوب؟ إحنا ولاد حتة واحدة وياما كنا بنقعد على قهوة. أنت هتناقش كمان؟ أنت هتنفذ الأوامر وبس. أنا معرفتش نروح والبلاوي دي في جيبي. بلاوي إيه؟ صور الواد بتاع مصر. خشي خشي جوه. أنا كده كده كنت داخلة. صور خالد وعيلته كلها زي ما أمرت بالظبط. تمام يا عوب؟ تمام يا فؤاد. اليوم الاولاني اللي كنت خايف منه عدى على خير. كان يوم طويل قوي يا حسن. ايوه بس الابراهيميه وكان بشزار دلوقتي ما لهمش حديث الا عن موسى زكي رافع اللي رجع من المغرب ودور على عمته لحد ما لقاها. يا سيدي بكره الحياه تهدى وكل شيء مش طبيعي. ايوه يبقى موسى ده حقيقه وواقع الكل يتعامل معاه ويتعود عليه. الله يسهله عليه كمان. فكر فيها يا فؤاد. يعقوب معاك حق، هو الثعلب لدرجة إن شبكة المراقبة مش قادرة تمسك عليه دليل إدانة رسمي واحد. بقول لك إيه؟ لو هيعمل لك مشاكل أو قلق أو أي حاجة، إحنا ممكن نقبض عليه بتهمة بيع بضايع مسروقة من الجمرك، أو ممكن نرحله من البلد كلها. لا أنا عايزه موجود. يعني إيه عاوزه موجود؟ إشمعنى يعني؟ لأن هي أصول اللعبة كده. لعبة إيه؟ الشطرنج. في الشطرنج اللعبة بيكون على رقعة مكشوفة، والقواعد واحدة، من أبسط مباراة على أصغر قهوة لحد بطولة العالم. كل لعيب عارف الحصان بيتحرك إزاي والملك بيتحرك كام خطوة، ومع ذلك ما تلاقيش مباراتين شبه بعض على مستوى التاريخ كله. يعني كل لعبة مختلفة، كل خطة مختلفة. يعني أنت تحط خطتك وخصمك يحط خطته، وكل لعيب لازم يكسب التاني او يكشف خطته. والحقيقه يا فؤاد انا مش مستوعب وجهه نظرك الشطرنجيه دي بصراحه. باختصار وبدون تفاصيل، انا مش هبعد يعقوب، انا هستغله، هخليه يحس طول الوقت انه الاذكى والابرع. هعمل عليه حصار منظم،
هخليه ما يشوفش ولا يسمع غير اللي انا عايزه يشوفه ويسمعه، ومش هيتحرك غير في الاتجاه اللي انا عايزه ومحدده له. يعقوب صباح الخير. ازاي يا صبح؟ الصور طلعت مظبوطه؟ اشمعنى؟ يعني بقول لو طلعت مظبوطه يبقى في حاجات يعني. قصدك يعني اوفر تايم؟ ايوه الاوفر تايم. طلعت زي الزفت. ليه بس يا يعقوب؟ عشان جايب صورتين للواء، وصوره لمراته وخمس صور لخالد. مظبوط يا يعقوب. مظبوط. فين صوره اخته؟ فين صوره اخوه؟ ولا بعد كده نبقى نرسمهم؟ ولا نعمل ايه بس يا يعقوب؟ اخته ما خرجتش خالص، واخوك كبير مسافر بعثه في روسيا، هنجيبه منين انا ده؟ تتصرف يا غبي. ولا انت فاكر الاوفر تايم ده علشان سواد عينيك؟ انا بقول عايز صور، تجيب لي صوره لكل فرد في العيله كده، او مفيش فلوس يا حبيبي. مفيش فلوس ازاي بس يا يعقوب؟ زي الناس. خلاص خلاص اديني يومين كمان. ثلاثة يا حبيبي، بس الشغل يجيني مظبوط، والا لا لا يا يعقوب مفيش والا. اديني يومين بس وانا هنوريك يا يعقوب، هنوريك صور مش هيعجبوك وبس، لا ده انت هتشكرني وهتديني مكافاه كمان. صباح الخير يا ابني. صباح النور يا فندم. انا اللواء محمد طلبه، جاي اسال على ابني بيعمل دراسات عليا في بعثه في الاتحاد السوفيتي. اتفضل سيادتك على مكتب مسجل، هيدلك على كل حاجه. شكرا. ما عندناش سيادتك اي طالب دراسات عليا بالاسم ده. ازاي ده؟ اذا كنت انتوا بعتين له على عنواننا وانا اللي مستلم الجواب، ارجوك دور تاني. مفيش سيادتك، كل اسامي طلبه الدراسات العليا متسجله عندي هنا، يعني هيبقى في عندي طالب وما عنديش عنه معلومات. وانا مش معقول يبقى عندي ابن وما عنديش فكره هو بيدرس فين بالظبط. طب انا عايز اقابل اي مسؤول هنا، اكبر مسؤول. الموضوع فيه خطا اكيد يا سياده اللواء. ابن حضرتك اسمه عمرو مش كده؟ ايوه عمرو محمد طلبه. انا بحثت يا فندم في السجلات. عمرو 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 اهو، عمرو محمد طلبة، شعب التربية الرياضية. مظبوط. هو حضرتك لقيته فين يا فندم؟ اصل ده ما كانش في الدفعة الأساسية يا أستاذ محسن، ده كان في الدفعة الخاصة اللي دخلت بعد بداية الدراسة بثلاث أسابيع. أيوه عشان كده يا فندم اسمه مش موجود في الكشوف الأصلية. ولقيناه في كشوف الاستكمال، أنا ماضيها بنفسي. وعمرو ده أنا فاكره بالذات لأن فؤاد بيه كان موصي عليه. تمام تمام. اتفضل انت بقى يا استاذ محسن، وما تنساش تدون بيانات عمرو في الكشوف الاساسيه. حاضر يا فندم. احنا اسفين جدا يا سياده اللواء. لا ابدا، المهم انه بخير. كلهم بخير والحمد لله، دي دفعه ممتازه وهيكون ليها مستقبل كبير باذن الله. طيب بس يعني مفيش طريقه نطمن بيها عليه؟ يعني اتصال جواب؟ في الحقيقه في مشكله في الاتصالات اليومين دول، لأن بعثة عمرو مش في موسكو نفسها، لكن في بلد صغيرة بعيدة عنها، والتلج جاي بدري السنة دي هناك. لكن أعتقد إن فؤاد بيه ممكن يتصرف ويلاقي طريقة. يعني يعني مدام حضرتك على اتصال بفؤاد بيه جبريل، أكيد هيكون لي تصرف. تعال يا ابني متشكر وشكر لنا المعلم. حاضر حاضر. خد شكرا. يلا بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا بابا. ومين اللي كان معاك ده؟ واحد من صبيان المعلم متولي. الحمد لله على السلامة يا سي شاهين. اتأخرت ليه النهاردة؟ لا ابدا لا اتأخرت ولا حاجة. رحت جبت شوية فاكهة والمعلم متولي شافني شايل الأكياس راسه ألف سيف، حد من صبيانه وصلني بيهم لغاية هنا. غريبة، الراجل ده اتغير قوي. لو عمل ايه انا مش ممكن اطمن له ابدا. مين عارف يا بنتي، يمكن ربنا هداه. مستحيل طبعا، دي اكيد لعبة جديدة عشان يوصل بيها لغرضه بعد ما طرقه القديمة انكشفت. حرام عليك يا حبيبتي، يمكن نيته سليمة. خلاص يا ماما انتوا حرين، عايزين تصدقوه صدقوه، انا شخصيا عمري ما هصدقه، لان العدو عمره ما يبقى صاحب بسهولة كده. الله، طب ومالك متوترة كده ليه؟ احنا مالنا وماله؟ قوليلي، هي عزه ما جاتلكيش النهارده؟ لا اصل النهارده مش هينفع، النهارده الخميس فعصام هيجي يزور، فهتقعد اليوم كله توضب في نفسها. ايه
بقول ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي نروح النادي، مش كنت عايزه تخش الانتخابات؟ ماليش نفس يا ماما. حبيبتي الحبسه دي لا هتحل ولا تربط، عمرو وحشنا كلنا، بس برضو لازم نستحمل غيابه علشان هو ابني مستقبله، واحنا بقى نشوف حياتنا برضو. طب مفيش طريقه يا بابا اقدر ابعت له بيها جواب؟ اكيد فيه يا حبيبتي. والله نسال عمك طلبة، بس لو في طريقه كانوا هم اتصلوا بيه، ما انت عارفه والدته مش هتحتفل عليه قد ايه. اصل وحشني قوي يا بابا. حبيبتي طب ما تكتبي له جواب. يا سبحان الله، انت مش لسه قايل من شويه ما فيش طريقه اتصال؟ يا ستي مش مهم تبعته، المهم تكتبه وتقول فيه كل اللي هي عايزه تقوله. تقول له مثلا انت وحشني قوي ونفسي اشوفك، وتقول له كمان على موضوع النادي انها هتخش الانتخابات عشان يعرف قد ايه هي عناديه وراسها انشف من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب ده بقى اللي هي مش هتبعته هيقراه امتى وفين وازاي؟ يا ستي مش مهم يقراه دلوقتي، المهم تكتبه وتقول فيه كل اللي هي حاسه بيه، ولما هيقراه او لما هتقروه سوا هتبقى لحظات جميله قوي هتحسوها انتوا الاتنين، ومين عارف يا حبيبتي يمكن تبقى اجمل ذكريات عمركم. الله، جاي الكلام الحلو ده كله. حبيبي عمرو وحشتيني. صباح الخير. صباح الخير حبيبي، اتفضل. انا جيت المستر نوبيتي خسرت، باب الحلال قالوا لي غنى الكالبياس دي اللي عندك. صعب يا حبيبي صعب، قطع الغيار بتاعت العربيه بتاعتك صعب تلاقيها. وايش المعمول؟ انا كنت معول عليك هي ضروري خاصني نرجع بيها المغرب نهار السبت. الحاجات دي صعب نلاقيها حبيبي، ولما بنلاقيها بتبقى غالية خالص نار. تمام اللي تقول عليه. هو حضرتك من المغرب؟ ايه. ومنين بقى من المغرب بالظبط؟ من مراكش، ولكن خدام في طنجة. خدام في طنجة؟ انا بتهيأ لي ان في شوية بضاعة قديمة كده في المخازن عندنا، لو دورنا كويس ممكن نلاقي فيها طلب الاخ. شوف الله يجازيك بخير الى قدرتي. انت شايف كده؟ انا فاكر كويس يا خواجة. خلاص انت قادرة. اتفضل معايا. اتفضل. الله يبارك فيك يا سيدي. اتفضل. يبارك فيك يا سيدي. انا هدور لحضرتك في دفاتر المخزن وان شاء الله هنلاقيك. الله يبارك فيك يا سيدي. ادي دفاتر المخزن. حضرتك انت تعرف ان انا ليا قرايب عندكم في طنجه؟ فين؟ بيشتغلوا في السنترال. في السنترال؟ انا ليا اصحاب بزاف تما، شكون من العائله عندك؟ بزاف. بزاف. انا قريبي اسمه زكي رافع. صح، دخلنا عليك بوجه الله والدنيا صغيره. انت كتجي زكي رافع؟ انت تعرفه؟ الله يرحمه هو ومراته، كانوا صحابي بزاف من ايام ما كان عندي الحانوت. ده انت تعرفه كويس بقى. قلت لي كانوا صحابي بزاف. وعلى كده بقى تعرف ابنه موسى رافع؟ حال ولدي انا تقريبا اللي مربيه، لكن من اللي مات والدي ده واحد ما بقى عارف فين اراضيه. انت تعرفه كويس؟ قلت لك في حال ولدي.
للأسف أنا مش لاقي قطع الغيار بتاعتك مسجلة عندي في الدفتر، لكن أنا عارف أجيبها لك منين. لا يا حمال ديك، أنت ضيف النهاردة لغاية لما أجيب لك كل طلباتك، وعندي كمان ليك مفاجأة. مفاجأة كبيرة قوي. خد يا موسى، ما تقعد يا حبيبي. رايح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ مش كفايه السنين الطويله اللي قعدتها مستنياك؟ ما ينفعش يا عمتي، لازم انزل ادور على شغل. ولا هناكل منين؟ ما انا طول عمري باكل من قبل انت ما تيجي. ده كان زمان يا حبيبتي، انما دلوقتي انا راجل البيت. في راجل يقعد من غير شغل؟ لا طبعا يا حبيبي. بالمناسبه ما تعمليش حاجه على الغدا عشان وانا جاي هجيب اكل معاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا خساره الفلوس، خساره. احنا هنعمل اكل هنا برخص التراب. معلش خليه علينا المره دي. شوف انت ما خدتش حاجه من ابوك ابدا. ابوك، يا سلام على ابوك، ده كان اكبر نتن في المنطقه. الله 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 الله. عمره في حياته ما عزم حد ابدا. يا موسى يا حبيبي، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود والرصاص والبنفسجي. اختشي يا واد يا واد، اختشي قربي. بس انا عايز احتفل بيك يا عمر. يا حبيبي ربنا يخليك ليا ويحميك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. واد يا موسى. ايه يا حبيبتي؟ الله، انت هتدور على شغل فين؟ في اي حته. انت مش معاك شهاده تجاره كده؟ هي زي التجاره المتوسطه هنا. خلاص روح لعمك يوسف في شركة التأمين اللي في صفية زغلول. عمي يوسف؟ أيوة عمك يوسف، أصله كان جارنا وإحنا صغيرين، وكان يوسف كان عينه مني، أصله حمار. أنت لسه فاكرة غرابيات زمان يا عمتي؟ يا مملكة أنتي يا مملكة. اختشي يا موسى، أمال أنا بدرس. ما أنت ما شفتش عمتك وهي صغيرة، كنت زي القمر وشبان المنطقة كلها، يقفوا توابير 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 مستنيين نظرة مني. طب وما أنت لو بصيتي من الشباك دلوقتي هتلاقي شبان المنطقة واقفين توابير 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 مستنيين نظرة منك. يا بكاش، بقول لك إيه، لما تروح لعمك يوسف فهمه إن أنا عمتك وانت ابن اخويا، اكيد اكيد هيشوف لك شغلان. روح وهو يتصرف، مش بقول لك حمار. ايه هي اول القصيده كفر ليه بس كده؟ تالت يوم استناك لحد الفجر وانت طنشني على الاخر. انا اقدر. طب اديك قدرت. سامحيني، اصلا انا كل يوم بقعد اتكلم مع عمتي كلام 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 لحد ما بنام في الاخر زي القتيل. يعني فوتها لك؟ فوتها لي. ماشي، بس ما تبقاش تيجي بقى. اشمعنى؟ هجانا، استناني على الفجر كده. ها مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية، معزة العسكري والسلاح واكتر، لكن صباح الخير يا حمو. صباح الخير يا استاذ موسى. صباح الخير يا معلم. ده ايه ده بقى؟ معلش، اصل هو لسه شايل في نفسه برضه يا استاذ موسى. شايل في نفسه ليه؟ ما هو اللي عملته الست عمتك ده ما يصحش ابدا بصراحه. يا عمتي عملت ايه؟ انا هقول لك. في موظف اسمه عبد البديع سأل عن ميعاد وصول موسى زكي رافع للمينا، وبيجمع معلومات حاليا على صفته. عظيم. طب ايه الموقف بقى بالنسبه ليعقوب؟ احنا مسيطرين بالفعل، ولولا كده ما حدش عارف كان هيوصل ليه. طب تفتكر انه هيقدر يوصل لصفت؟ اكيد. موقع صفوت مغري جدا بالنسبه له، واتصاله بيه يمكن يوصلنا لدليل خيانته. اكيد يا فؤاد، اكيد. انت ايه اللي شغلك؟ معرفش، انا حاسس كده العمليه فيها ثغره. ثغره تاني؟ يعني عمرو دلوقتي في اسكندريه، منتحل شخصيه موسى زكي رافع وقاعد عند استر. هو مش معقول بقى هيفضل قاعد عندها، لا هيدخل ولا هيخرج ولا هيروح ولا هيجي. شيء طبيعي. طيب انا هفترض جدلا يعني ان هو وهو ماشي في اي حته، اي حد من معارفه ومن قرايبه قابله بالصدفه ونده له باسم الحقيقي، ايه الموقف ساعتها؟ تبقى كارثه، لان عمرو مش ممكن يكون صوره طبق الاصل من موسى.
ممكن يخدع عمته لانها ست كبيره ونظرها ضعيف وما شفتوش من زمان، لكن مش ممكن يخدع حد يعرف موسى وهو كبير. هي دي الثغره فؤاد. ممكن ان الصدفه دي تحصل في اوروبا او في اسرائيل نفسها. ده وارد طبعا. على كل الاحوال يا حسن، مفيش عمليه ناجحه 100%، في نسبه مخاطره. النسبه دي هي اللي بتخلي عيوننا في وسط راسنا. النسبة دي هي اللي بتفرق بين الشغل الصح والشغل الوحش. وفي النهاية احنا بنتمنى توفيق ربنا مهما كانت دقة العملية. ونعم بالله سبحانه وتعالى. أفندم، طب وصلني بيه. أهلا يا سيادة اللواء. إيه وقال لك إيه؟ قال لي إن عمرو بخير وإن دراسته ماشية حلوة قوي وهو متفوق فيها. ما قالكش حاجة على الجوابات؟ إداني عنوان هنا في مصر نبعت عليه جواباتنا وهم هيوصلوها له على طول. الحمد لله الحمد لله. أنا هروح أفرح مها، ده هتفرح قوي. ربنا يفرحها يا ستي. بقى الجعر اللي تحت ده إيه اللي أدبه عليكي وأنا معرفش؟ ده لازم يتربى. انا كمان كان رايي كده، بس بابا قال خلاص انه اتربى يبقى مش لازم نزودها عشان ما نكبرش الموضوع. المعلم متولي ده اصله صنف ما يجيش الا بضرب الجزم اللي بيبيعها. والله انا نفسي في كده من زمان، بس بابا بيقول خلاص اتغير يبقى لازم ننسى اللي فات ونديله فرصه جديده. ما انا هديله فرصه جديده، بس وهو راقد في القصر لعيني ان شاء الله. لو النبي يا عصام، انت لسه ما تعرفش بابا كويس، ده بيزعل قوي لما حد يكسر له كلمه. يعني هنسكت للجدع ده بعد اللي قاله؟ لا، ما هو مش هيقول كده تاني عشان انا ورايا رجاله. لا ومش اي رجاله. عارف. امال فين خالد؟ وحشك قوي. ابعت انا دي. والله اذا كان عليا انا مش عايز حد هنا خالص غير انا وانتي وبس. بعدين بقى احنا الاول كنا واخدين راحتنا اكتر من كده. لا كده احسن. انت شايفه كده؟ كده في النور. الف اهلا وسهلا. دي بقى قهوه شعبيه، احسن مكان تعرف فيه مصر. اتفضل حضرتك. اتفضل يا سيدي. شكرا. نسمع ورد. مين الأستاذة يا عم فندم؟ ده ضيفي من المغرب. هات له بقى شيش عجمي وأنا شوية شاي بس تقال. حمامة، إحنا بنحب نكرم ضيوفنا كلهم. ميرسي. يا مساء الخير. إزيك يا أستاذ مدحت؟ أهلا أهلا. يا ترى مبسوط في شغل المينا؟ الحمد لله كله شغل يا أستاذ يعقوب. لا ده على حسب اللي بيشتغل. أصل المينا دي يا إما تبقى تل الغلابة يا اما تبقى تالي البرادس، على حسب الذكاء والشطاره وتفتيح المخ. ايوه ابتدى شنطان انس وز. يا اخي سيب الاستاذ مدحت في حاله، الراجل مستقيم وماشي في طريقه، لازم تبقى واصله دماغه. ده انا بفتح له عينيه. فتحها له، فتحها له على الفساد وعلى الشر، لا سيبهم مغمضين احسن. خلاص يا سيدي، خلاص انا مالي، هو حر. ما تقلقش يا معلم ماجد. لا لازم اقلق يا استاذ مدحت. انت قصدك ما تعرفش الوسواس الخناس لما بيوسوس في دماغ حد بيجيبه لورا. خلاص يا معلم، خلاص انا هسكت. مبسوط؟ يا ريت تسكت خالص احسن. ماشي يا معلم، ماشي. حاضر. ضيف من المغرب يا معلم، ضيف من المغرب. مفاجأة لو عدتك. Thank you.
ازيك انت؟ عمتك نايمة؟ نايم. طب كويس قوي عشان نعرف ناخد راحتنا. وانا لحقت ده لسه يدوب بقالي يومين هنا. ليك وحشة يا اخي. هو انا ما وحشتكش؟ هو يعقوب عارف ان انت هنا؟ ما تشغلش بالك بي. اصلا انا كنت قابلته امبارح على القهوة. ما هو قال لي. قال لك؟ طبعا. الكنبة خلصت. يعقوب ده اخويا وما بيخبيش عني حاجة ابدا. بالامارة حتى كان معاه واحد مغربي معرفتك جابه عشان تقابله. وايه اللي حصل؟ الاستاذ موسى جري عليا واخدني بالحضن قدام الكل وقعدنا نحكي كل اللي سيادتك حفظتهولي. كان رد فعل يعقوب ايه؟ الاول كان شكله مستغرب وبعدين قعد يتكلم معانا وسألنا عن حاجات كتير في المغرب. ايه النشاط والحيوية دي كلها؟ عيني عليكي باردة. بطلي اللمادة دي وتعالي ساعديني احسن. لا يا اختي انا مش في الحاجات دي خالص. امال ليكي في ايه بالظبط؟ في الحب. مفيش اجمل مني. افهم من كده بقى ان هو سبب الحماس ده كله؟ اكيد طبعا. انتي مش متخيلة فكرة بابا ساعدتني قد ايه. بمجرد اني كتبت الجوابات لعمر حسيت براحة نفسية. انا متأكدة انه بيفكر فيكي في كل دقيقة. انتي مش عارفة عمر بيحبك قد ايه. لا عارفة. علشان كده بعمل كل ده عشان لما يرجع يبقى فخور بيا. نزل يا ابني اليافطه دي. يافطه ايه اللي ينزلها؟ هي سايبه يا اوامر الاداره. انا من حقي ابقى مرشحه وهما مش من حقهم. لا لا الامن معترض على ترشيحي. انا مش مبسوطه. ليه؟ حاسه ان انا بعمل حاجه غلط. انت شاكه اني بحبك؟ لا مش شاكه. وانا كمان بحبك. بس بس ايه؟ ما احنا كل ما بنتقابل في السر بقعد ادور على حجه اقولها عشان برجع متاخر من الدرس. بقول لهم اتأخرت في الدرس وخلاص. ما ينفعش. انا بقول لهم كده في البيت. ايوه انت ولد وكمان بتشتغل في محل باباك. ما حدش بيقولك انت اتأخرت ليه. طب وبعدين؟ ولا قابلين. مش هقدر اقابلك بالشكل ده تاني. بس انا ما اقدرش ما اشوفكيش. ولا انا. بس اعمل ايه؟ المره اللي فاتت بابا زعقلي والمره اللي قبلها ابي عصام قال لي هقطع رقبتك. يا سلام. اشمعنى هو بقى كان بيقابل عزه قبل ما يتخطب؟ ما اقدرش اقول له كده طبعا. اقول له انا؟ لا والنبي يا خالد ما تفتحش عليا فتوحه عشان خاطري. يعني اتحرم منك؟ ده انا هد الدنيا. الله الله الله. ده ايه الحب والرومانسيه دي كلها؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين نصيبنا. استني انت يا ماما. يا رب ساكت. استر يا رب. يا نصيبني. ايه اللي حصل يا قلب؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ وايه اللي على هدومك ده؟ طيب كنت فين؟ قولي قبل ما اقطم رقبتك. بس يا ابني احسن ابوك لو صحي وعرف انها جايه دلوقتي هيطربق الدنيا على دماغنا. وانا هدشدش دماغها لو ما قالتش كانت فين لحد دلوقتي. وطي حسك يا ابني كفايه فضايح. سامعه؟ سامعه يا هانم؟ جبت لنا الفضايح على اخر الزمن. كنت فين قولي؟ كنت مع خالد. كنت مع مين يا اختي؟ خالد اخو ابو العز. وكنت بتنيلي ايه معاها لحد دلوقتي؟ كنت مع خالد فين وبتعملي ايه؟ وايه الدم اللي على هدومك ده؟ دم خالد. الجنرال مش هيغفر لي ابدا لو سبتك تخرجي. لا هخرج. ده مش سجن او معتقل والجنرال مش من حقه انه يمنعني من الخروج. مدموزيل هايدي ارجوكي. قلت لك مش من حقه. لا من حقي. لا مش من حقك بقى. أمني ومستقبلي يبقى من حقي أمنعك ألف مرة. ويا ترى دي نفس السياسة اللي بتطبقها في شغلك؟ أنا ماليش دعوة بالسياسة. مش أنا اللي بحطها. أنا بنفذها وبس. وحضرتك اعتبرتيني جزء من السياسة دي مش كده؟ الله
انا فهمت دلوقتي. ايه ده؟ يكونش ده السبب انك انت زعلانه مني الفتره الطويله دي كلها، متصوره ان انا نسيتك بقى بكتر شغلي؟ لا يا حبيبتي، انت بنتي الوحيده، انت اللي انا بجيب لك. بتحبها وبتجيب لها شوكولاته وعروسه تلعب بيها، مش كده؟ الكلام الفارغ ده. الكلام الفارغ هو انكم تعتبروني مجرد طفله تقدروا توجهوها مطرح ما انتم عايزين، وانكم نسيتوا ان كبرتوا، ان بقالي راي عايزه اقوله بحريه، وان يوم ما اقوله تعتبروه مجرد غضب مراهقين. انت التفاهم معاكي بقى مستحيل. صحيح. تسمح لي اخرج بقى؟ لا مش هتخرجي، اتفضلي اطلعي على اوضتك. ده مش سجن ومش لونا بارك، ده بيت مسؤول الأمن الأول عن إسرائيل، محدش يقدر يدخل أو يخرج منه بدون موافقتي أنا الشخصية، فاهمة؟ امشي اطلع على اوضتك. طلبة طلبة اصحى يا طلبة. ايه في ايه يا كريم؟ في مصيبة، مصيبة كبيرة يا طلبة. مصيبة يا ستر الرب، حصل ايه؟ خالد ما نامش في السرير وليلاتي. ايه؟ خالد ابني حبيبي، قولي يا ابني ايه اللي عمل فيك كده؟ طمني، ايه اللي حصل لك؟ ايه ده؟ انا ايه ده؟ انا احكي لكم على كل حاجه. هقول يا خالد، طمني يا ابني. انا اصلي امبارح خرجت مع ألفت. ألفت اخت عصام؟ وبعدين يا خالد؟ الواد عنتر اتنين صحاب شافونا مع بعض، طلعوا علينا عايزين يثبتونا بمطوة. مطوة؟ ما هي ما جايبك، مش دي شلة الكرة بتاعتك؟ عزة مش وقته، كانوا عايزين يخطفوا ألفت مني. يا بنتي وعملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ ضربتهم. ضربتهم؟ اه، قلت لهم يسيبونا في حالنا، ما رضيوش، ما كنتش قادر اسيب لهم ألفت. يعني ضربت التلاتة لوحدك؟ هما كمان ضربوني بالمطوة في صدري، بس الحمد لله عرفت اخدها منهم. اخدت منهم المطوة؟ ايوه. وألفت؟ روحتها لحد البيت وبعدين جيت على المستشفى. روحتها وانت سايح في دمك كده؟ أمال كنت حاسبها في الشارع لوحدها يا ماما. انت عارف بعملتك السودة دي عملت فيها وفيا ايه؟ عملتي السودة؟ انا عملت ايه بس يا عز؟ اقول لك انا بقى عملت ايه يا خالد بيه.